هذا مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام بالدمام الآن مباشر. ولع لا إله إلا الله، والله المبنى كله ولع. والحريق بدأ من السطوح، شكلها اسمه التكييف أو حاجة زي كذا، لكن والله يا ولد ولع. المبنى كله اشتعل. الله يستر، لا يكون في ناس محتجزين. بس طبعا الجوال ما يجيب له التصوير بصورة صحيحة، لو تشوف على الطبيعة شيء مهول يا ولد. الله يكفينا نار جهنم.